الكوردات الممتدة. انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهاردة هتكون حلقة سريعة، هنمد الكوردات شوية. احنا اتفقنا ان الكورد الماجير عبارة عن تلتتين، تلتة كبيرة وتلتة صغيرة، تلتة كبيرة من تحت وتلتة صغيرة من فوق، دو مي سول. التلتة الكبيرة اتنين تون والتلتة الصغيرة واحد ونص تون. سو دو مي سول، دو والمي بينهم اتنين تون والمي والسول بينهم واحد ونص تون. طب نسبتها بين الدو للري تون كامل نصين، وبين الري للمي تون كامل نصين، من المي للفا نص تون ومن الفا للصول نصين، فيبقى كده اتنين واحد ونص يعمل لي الكورد المجير. واحدة تلاتة خمسة الدرجات بتاعتي اللي هي دو عدي الري وحط المي يبقى دي التالتة، المي عدي الفا وحط الصول دي الخمسة، اولى تالتة خمسة، ده الكورد الميجر. هاجي اضيف على الكورد الميجر حاجة ما كانتش موجودة فيه من النوت التلاتة الاساسية بتاعته اللي هي السبعة، يبقى واحد تلاتة خمسة سبعة. طيب دو سيب الري يبقى المي، سيب الفا تبقى صول، ولا تلاتة خمسة سيب الله وحط سي، سيب الله وحط سي على الدو، هيبقى ساعتها الدو ديت بيسموها ميجر 7. ليه سميناه ميجر 7 في دي؟ خلي بالك الكورد ميجر، انما السبعه نفسها ميجر، السبعه نفسها ميجر. هنعمل دلوقتي الكوردين، الكورد بتاع الدو ماجير اللي هو العادي بتاعنا دو ماجير، وهعمل حيله صغيره جدا ان انا السبعه بتاعتي هتبقى السي، دو مي سول هسيب الله واخد السي، هرفع ايدي من على الخانه الاولانيه بحيث هيبقى الوتر الفاضي سي. فانا هعمل الكورد بتاع الدو ماجير عادي بس بنوتين، بس النوته بصباع الثالث والنوته بصباع الثاني. سامع الفرق؟ طب اسمع الاولانيه، اسمع الثانيه، ليه طعم، ليه طعم مختلف. هاخد كورد ماجير ثاني، الري ماجير، ري عدي المي بس بين المي والفا في نص تون فلازم ارفع الفا تبقى فا دياز، يبقى ري مي فا دياز، هاخد يبقى ري فا دياز، فا دياز بعدها سول، لا هاخد اللي بعدها لا، دي هتبقى تالتة صغيرة لان الفا دياز للسول نص تون والسول للا تون كامل يبقى واحد ونص، يبقى ري فا دياز لا، ده كورد الري ماجير، وده مشهور جدا عندنا في الاوبن بوزيشن، بعزفه بالتلات صوابع، الصباع الاولاني على الوتر التالت الخانة التانية، الصباع التالت على الوتر التاني الخانة التالتة، والصباع التاني محطوط على الخانة الاولانية او التاني دوستان في الوتر الاولاني، فبيعمل لي الكورد لو عملته مع الوتر الري الحر يعمل لي كورد الري ماجير. هستغنى عن الري واحط بدلها الدو دييز اللي هو السبعة بتاعتها، يبقى هتسمع كده الكورد ده يبقى عامل ازاي، شوف مختلف عن ده، ده واضح ومحدد وداخل للهدف على طول، ده في غموض كده، في غموض وبيدي لك مساحة للخيال، ان ممكن الناس اللي بتعمل امبروفيزيشن او الناس اللي بتعمل سولوهات الخيال بتاعها يروح لنوة تانية تطلعك بره المجموعة دي خالص. طيب هو في سبعة كبيرة، احنا قلنا دي سبعة كبيرة وفي سبعة تانية صغيرة، في سبعة تانية دي بيسموها 7. لو انت لقيت الكورد مكتوب عليه 7 من غير ماينر 7 ومن غير ماينر ومن غير اي حاجة خالص، تعرف ان السبعة دي صغيرة مش كبيرة. الكبيرة لازم اعرفها ان اكتب جنبها ميج، ام اي جي، ودي بتبقى ميج يعني السبعة نفسها كبيرة، لان انا ممكن اعمل دو مي سول سي، سي طبيعية جدا، دي هتبقى السي اللي هي بينها وبين الدو نص تون، فدي هتبقى اكبر سبعة انا اقدر احصل عليها. طب لو انا عملت سي بيمول، ما هي اسمها سي برضو هتفضل سبعة، فيبقى السي بيمول دي هتبقى سبعة برضو للدو، ولكن بينها وبين النغمة النهائية الدو تون كامل مش نص تون، فهيبقى طعم الكورد كده. اوه كورد حيران خالص. انا رجعت، خلي بالك الدو الاساسيه بتاعتي اللي حطيتها بالصباع الثاني رجعتها تاني، ماليش لازمه اشيل السي بقى لان هعملها سي بيمول، ودي هتبقى على الوتر الثالث بصباعي الصغير. شوف صوت الكورد عامل ازاي، شوف الميجر مستحيل
مستقر ما عندوش اي مشاكل خالص. بص السبعة بقى اللي هي الصغيرة حيران خالص عايز يروح حتة، عايز يروح حتة فعلا. اقولك هيروح فين؟ راح للفا، راح للخمسة بتاعته من تحت، يبقى هو الخامس بتاع حاجة، فيبقى اللغمة الفا خمستها الدو، لو عملت الدو 7 هيبقى عايز يرجع على الفا ماجير عشان يقفل الموضوع. طب الري، شوف الري ماجير مستقر واخر حلاوة. طب شوف بقى الري 7 مش الميجر 7، الري السبعة بتاعتها صغيرة يعني بين الدو وبين الري اللي هي السبعة، نغمة السبعة اللي قبل الري على طول بيدي النغمة السبعة، لان الري هي الاكتاف نمرة 8، فيبقى النغمة اللي قبلها اسمها دو، فدي بقى دو مش دو دييز. اسمع بقى هتبقى عاملة ازاي. ادي الري ماجير العادية وادي الري 7، حيران خالص الكورد ده عايز يرجع للأولى بتاعته، هو كده كأنه خمسة الكورد الخامس والأولى بتاعته السول، بيستعملوها في القفلة كتير قوي. الكورد الخمسة سبعة يرجع الأولى، خمسة بس السيفنز بتاعها يرجع الأولى، دي بيسموها القفلة التامة. الكورد ده حيران عايز يرجع، قلقان عايز يرجع للأولى، فدي بيسموها القفلة التامة اللي أنا بقفل بيها مقطوعة خلاص، نهاية الحوار، نهاية الباراجراف بتاعي، نهاية العبارة بتاعتي، مش الجملة. الجملة الموسيقية ممكن تنهيها مش بقفلة، مش شرط تبقى بقفلة الجملة الموسيقية الواحدة، جملة مع جملة مع جملة بتبقى عبارة، بيبقى عبارة عن جزء كامل، حتة متكاملة، نص مقطوعة، حتة جزء من المقطوعة، ده بيتقفل، ممكن يتقفل قفلة تامة وترجع تفتح تاني بحاجة تانية وتبدأ بحاجة تانية، واخد بالك؟ فالقفلة التامة دي مشهورة جدا، بتبقى النغمة الخامسة بتاعت السلم بس بتعملها سيفنس وترجع على الأولى. طيب هل احنا ممكن نستعمل السبعة ديت ان انا اشوف كل كوردات السلم الميجر وان انا اشوف هيطلع ايه؟ اه طبعا ممكن نشوف يطلع ايه لو انا ما خرجتش بره السلم، يعني انا لو ما جيت عامل الكورد الدو 7 ده ضفت سي بي مول، سي بي مول دي مش موجوده عندي في كورد في سلم الدو ماجير، فانا ضفت نغمه بره السلم، لا انا هلتزم بالنغمات بتاعتي بتاعت السلم، هيبقى دو مي سول سي، سي طبيعيه مش سي بي مول، فدي بقى يبقى الميجر 7، هيبقى سي ميجر 7 هيبقى عامله كده. طيب ري، ري فا لا، دي ري كورد الري المينير، ري فا لا عدي السي وحط الدو، هيبقى ري فا لا دو، هيبقى كورد الري ماينر 7. مي، مي سول سي دو ري، مي سول سي ري، هيبقى ده عبارة عن كورد المي مينير 7، هيبقى ده سهل قوي الكورد ده، ما فيهوش غير صباع خالص، لان انا بشيل صباعي التاني من على الوتر الرابع اشيله خالص عشان يطلع لي النغمه الري اللي انا عاوزها، فيبقى مي سول سي ري. طيب الفا، فا لا دو، اعدي الري واحط المي، المي دي قبل الفا بنص تون، هيبقى الفا اللي عندي ميجر 7، الفا اللي عندي ميجر 7. قدامي كذا طريقه ان العب الفا الميجر 7، ممكن طبعا بري كورد ان انا بعمله هنا كانه بالظبط الكورد الميجر اللي انا بعمله عادي جدا، واخد بالك، ولكن هشيل النغمه بتاعه الصباع الثاني ديت، ممكن من هنا بحط صباعي اللي فوق دوت اللي هو الابهام ده اعديه فوق المسطره، وهحط الصباع الاولاني على الدو اللي هي تاني وتر، وحط الصباع التالت على اللا في الوتر التالت، والصباع اللي بعديه على المي اللي هي هتبقى السابعة بتاعت الفا على الوتر الرابع، وطبعا انا هعزف كل دوت، بس احاول اكتم الوتر اللي هو بتاع اللا دوت بصباعي دوت اللي هو دوت اللي انا عامله من فوق ده عشان يكتم الصوت ده ما يطلعش، فيبقى عندي الفا موجودة، الوتر اللا مكتوم، المي موجودة معايا، اللا موجودة معايا، الدو موجودة معايا. ده كورد الفا ميجر 7، فا ميجر 7
في طبعا لما بنبقى هنا بس هي صعبة انها تبقى من هنا، ولكن انا ممكن احط الصباع الاول، ممكن احط الصباع الاول على الوتر المي على خانة الفا، واروح حاطط تحت خالص في نفس الدو بالصباع التاني، فيبقى نفس الدستان الاولاني برضو بس على الوتر التاني الدو، واعمل الصباع التالت والرابع يحطوا على المي وعلى اللا، فيبقى الكورد بالمنظر دوت. واحاول الصباع الاولاني ده اكتم بيه الوتر الخامس، يعني مش بعزف بس الوتر السادس ده، انا بميله سنه كده عشان يكتم الوتر الخامس. ليه؟ لان انا معايا الفا بس مش معايا اللا ديت. بيستعملوا الكوردات دي في الجاز، ده طريقة من الطرق اللي بعزف بيها كورد الفا ميجر 7. طيب السول، يبقى سول سي ري فا، بين السول والفا مسافة تون كامل، فده هيبقى سول 7 مش ميجر 7. وده اتفقنا ده الخمسة بتاعت السلم الدو ماجير، الخمسة اللي هتبقى سبعة هتقدر تنزل منها على سي ميجر 7. بعد كده اللا، اللا مينير في كورد الدو ماجير هتبقى اللا دو مي سول، هيبقى السول واللا هيبقى ماينر 7، فهتبقى الري اسف هتبقى اللا ماينر 7. دي سهله جدا من الوضع المفتوح دوت، اللا مينير الطبيعي بتاعنا في الوضع المفتوح. لازم اشيل اللا اللي هي موجوده على الوتر التالت دي واحط مكانها سول، فانا لو سبت الوتر فاضي هيبقى سول، فيبقى سهل جدا. الكورد دوت عباره عن صباعين بس عليه، الوتر التاني في الخانه الاولى والوتر الرابع في الخانه التانيه، وهيبقى دوت كورد اللا ماينر 7. فاضل نغمة واحدة بس السي. الكورد بقى السي ديمينيشت 7 ده كورد غريب جدا، لان انا بين السي والري ده مسافة 1.5 تون، وبين الري وبين الفا 1.5 تون تانية، فعشان كده عمل لي كورد ديمينيشت، بس ما بين الفا واللا 2 تون، مش هسمح بكده، لازم يبقى 2.5 علشان يبقى المسافة السبعة بتاعتي تكمل. فهقلل اللا تبقى لا بيمول، هيبقى سي ري فا لا بيمول. ده كورد سهل جدا عمله، لان انا ممكن اعمله من الوضع دوت. شوف صوته عامل ازاي، بحط صباعي الاولاني على الخانة التالتة على الوتر الرابع فيديني فا، وبحط الصباع التاني على الوتر التاني على الري على الخانة التالتة برضو، وبحط الصباع التالت على الوتر التالت في الخانة الرابعة هيديني السي، واللا بيمول بعملها بالصباع الصغير على الوتر الاولاني. فانت هتلاقي اتنين، واحد وبتفوت وتر وتحط الصباع التاني، وبعدين في النص هيبقى وتر تفوت صباع وتحطه على الوتر التاني في خانتين جنب بعض، فبيديني الكورد، فده هيديني الكورد الديمينش 7. خلي بالك الكورد ده غريب جدا، اي نوتة منه تمثل الكورد، يعني دوت سي ري فا لا بيمول، ده ممكن ينفع سي ديمينش 7، وممكن ينفع ري ديمينش 7، ممكن ينفع فا ديمينش 7 ولا بيمول ديمينش 7، اي اسم من دول ينفع اسم الكورد دوت، لان كل المسافات 1.5 1.5 1.5 1.5، المسافات بينهم كلها 1.5، فبيعمل نفس الكورد نفس 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 النغم دوت. فمهما عملت هو نفس الكورد بنفس الاربع اسامي دول. خلي بالك كمان ده لما بتحرك بيديني نفس متنافر، وصوته كده بيبعد عن بعضيه، عايز يبعد عن بعضيه، فده بتستعمله طبعا في مناطق شاذة جدا من الالحان بتاعته، وغالبا الناس بتاعت الجاز هي اللي شاطرين في الموضوع دوت، ان بيستعمل الديمينش 7 ده كتير في المقطوعات بتاعت الجاز، لان كلها سلالمها بتبقى مش مألوفة للودن، وعايزة تطلع بره وتعمل خيال في الامبروفايزيشن وكده. في كل الاوضاع بتاعت الكوردات سواء كان باريه بقدر اعمل منه
النوعين الميجر 7 وال7 كوردز، فانا لازم اتمرن مهما كانت الاوضاع بتاعتي اللي انا حفظتها عشان اعمل الكوردات بتاعتي سواء وضع مفتوح او وضع باليه، لازم ابقى عارف ال7 والميجر 7 من الكورد دوت اقدر اعملها زي بكده، تبقى حصلتي اللغويه بتاعت الكوردات بتاعتي تعمقت وبقت غنيه شويه، اقدر احطها واوظفها في الالحان بتاعتي او الامبروفيزيشن بتاعي، واقدر اعمل خيال اكبر شويه. واشوفكم الحلقه الجايه.